شنو غلطان؟ يعني على ما تروح يعني هسه ثلاث ارباعها ما عندها مكانات. كفيلك الحسين ثلاث ارباعها ما حد عنده مكان. انا بالنسبه لي عندي مكانات على الشارع جوا ما عندي. يعني يوميه جاينا مشيلين يعني ذاك اليوم ابسط شيء قاموا يدوسون بالزرع. يعني نعمه الله يدوسه برجله والحرس الله يرضى وبرجله وحق كل حرف بالقران وبرجله يدوس النعمه. ليش شنو السبب؟ شنو الاهانه؟ شنو الذات؟ يعني ذاك اليوم ابسط شيء عجوز عمرها بال 80 سنه بال 80 سنه دات زرعها وشمرها لي غاد. يا لواء هنا والله ما اعرف هم هاي جماعه هاي تروح ما السوق الداخل يجونا. يعني ما يصير والله ما يصير. يعني تاذينا حيل يوميه جاينا يعني بس خلنا خدمك خلنا خدمك. هسه شاب نفرض شاب ما عنده مكان. الشاب هذا من تروح تقول لك تلف لان شخص وتعطيه مبلغ هذا ما راح يكيف. زين هو سايد تفجيرات وهاي منين؟ هاي بعض الشباب القاعده اللي ما عنده فلوس. يعني ملينا كبيرك الحسين ملينا استاذ ملينا. يعني ذاك اليوم اجوا للداخل ذاك اليوم اجوا سوق الداخل رادوا كل بسطية 1000 دينار. عم نطي 1000 مو على 1000. يعني يا شنو علف لو فلوس لو بفلوس نخليكم ماكو فلوس نشيلكم. هاي هيك تعاملهم وياك هاي يعني هسه ابسط شيء اذا واحد عصى عليهم يقلبون زرع بملايين جايبينه. ليش تقلب الزرع انت؟ هسه لا تحترمنا اني احترموا النعمه احترموا النعمه احترموا النعمه انت لا تحترمنا انا خليه اقول لك بس النعمه هاي نعمه الله. ليش تقلبها؟ ليش تدوسها بالبسطال؟ ما له اي حق يتصرف اي جندي او ضابط بهالطريقه. ماكو قانوني يسمح له انه يتجاوز على كرامه المواطن. لا يتجاوزون. يعني اذا تعاتي ادنى حكايه يولونك ما تحس الا الرمى عليك ضباطهم ومجنوتهم. يعني ما يصير. خل اذا الدوله هيجي بس خلنا خدمك. اذا الدوله هيجي خل سوي رواتب لا اله الا السوق سوي عينوا الشباب عيني هذا شفتني بالسوق بعشر ريال عيني انت.